الاقتصاد الوطني. من غيرتي عليكم عم اقول هالشي لانكم نايمين على ودانكم. شو قلت سيدي؟ شو قلت؟ على ودانكم. شو ما سمعتي بالافلام العربي بوران؟ انا بعرفها سيدي، يعني هيك نايمين على جنب مو طب. ايوه هي هي. تعا تعا فوت ابو طمزه، حاجه واقف على الشباك مثل الحردون. سكر الشباك ابو طمزه، ما بدي حدا يسمع. تعال اقعد جنبي. بدي اقعد جنب حدا. ايه طب عندك وانطمز طمز لكان. ما حدا رح ينام طب غير انتو. عفيف من ورا ظهركم يا مدام بوران اشترى بيت ببلودان وانتو ما حاسين. ببلودان يا بوران جنب هي اللي شو اسمها. انت متاكد من هالشي سيدي؟ صلعت ابو نجيب يا ما مارق عليا. انف ابو نجيب لا يخطئ، عين ابو نجيب لا تنام، قلب ابو نجيب عليكم لانه في بيني وبينكم زيارات وود واحترام والسلام وللحديث صله. انا ماشي. لكن هيك يا عفيف قلت لك ما اشتغلي معنا. ما قبلتي ابوك يا الغشم. نسيناكم نسونا عن بوابة لاقونا. مساء الخير. مساء الخيرات. تصبحوا على خير. عفيف حبيبي وقف لقلك، وقف تقلك في حساب بيناتنا. حساب شو؟ آخر مرة ما حاسبتنا على تصريف البضاعة. ليش ما قلت لكم شو صار معي؟ لا ما قلت. ما لحقت اطلع من الحارة إلا وشرطي عم يقول لي وقف. ووقفت؟ ما لحقت وقف، شمعت الخيط وشديت، صرت اركض اركض سابق الريح. خيار ما عملت. طبعا، ليك كم واحد بدي ورط معي، شو انا مجنون؟ المهم شو عملت بتتو؟ يعني الدخانات كل 100 متر كنت زدت كروز، ليك حتى ما عاد صفي معي شيء. يعني ما بعت شيء. منين بدي بيع؟ الشرطي ضل لاحقني مثل الصاروخ، يمكن سعيد عويطة متطوع بالشرطة. المهم كمشك الشرطي ولا ما كمشك؟ لك شو بيهمنا كمشوا ولا ما كمشوا، المهم الدخانات راحوا. بدنا نعرف اخر القصه. كمشني اما لقط معي شيء، تركني ومشي. تصبح على خير. فوتوا يا برياتي. الحقوني لجوا، اجتماع مغلق. ما بضبط لعبتك انت. في بتمك حكي، قول في بعيونك حكي، احكي. نفذت لك التعليمات بحس عفيره. برافو. عفيف الناس طلع عم يكذب. هذاك النهار داير على المحلات كلياتها وموزع دخان، وانا هلا قدرت على المحلات وتاكدت، والقصه اللي حكى لنا اياها امبارح المساء طلعت كلياتها خرطت. اي بدي اخرطه حتت حتت واطعميه للقطط. شو ناوي تساوي؟ مو ضروري تقدم لك تقرير احيط. تعا ابو طمزه، ابو طمزه شو عم تسوي؟ ابنك عم بلدتني. ناقصتك انا، ناقصتك حطيني حطيني. يلا عفيف حبيبي اطلع. ما بطلع. ما بطلع. بعد ما يطلع اخر واحد بدقيقتين بطلع. بعدين لا تخافوا، اذا في شي حدا تصفر لكم. لك ما في حدا، اطلع حبيبي. ما بطلع. لك اطلع. ما بطلع. على كل رح اشوف لك انا. يا دورية، يا شرطة، يا مكافحة، دورية، في حدا؟ ما في حدا. عفيف ما في حدا، انا تأكدت. شو بالظاهر كفوا المراقبة؟ ايه كفوها، انا دبرته. اطلع. متأكدة؟ متأكدة. اطلع حبيبي يلا. لكان خليكن هون، انا بطلع بالاول. ماشي اطلع. الله معكن، الله يسهل الكين. مع السلامة. يلا فضوا البيت لان برا وانا وانا هو خوزاته. ماني مستنظف هالقصة كلها.
دورية، شرطة، خدمة شعب، مكافحة. شكينا بالجماعة وحطينا هون بزمتنا. ايه ما في حدا لحدا. مين زورا؟ ابو نجيب. تعا تعا في زورا، تعا هلا شوف، تعا تعرف شو مخبي لنا؟ ما في شيء سيدي، ما في شيء. معقول ما يكون في شيء؟ هات لشوف. لا سيدي بتكركب، بتكركر على مهلك. شو هاد شو هاد شو هاد؟ ما في شيء سيدي، دخاناتي استعمالي الشخصي سيدي. كل هاد استعمالك الشخصي؟ ايه سيدي، انا بطول بالسهره وبخاف لانقطع من الدخان، هاد صلعتك لفرصتي. بدك ايدك عن صلعتي والدين قرعتك. افرجيني. يا سلام، لا طول وشعراتك كثير. اسمعي. حاضر سيدي. خذوا خذوا لعندك وخليه هيك ينعم شعراته لشوف. اسمعين، هذا كايد تبعتك للسواق. سيدي صلعة ابو نجيب وانف ابو نجيب وعين ابو نجيب وقلب ابو نجيب لا يخطئ. انا برايي يا جماعه انه نحن ما نخلي ابو نجيب يواجهنا. يعني انا ومرتي بنحمل حالنا بنطلع الضيعه لعندي عند ام الطنافس، وانت وجوزك بتروحوا بتقعدوا عند ابوك ابو جدعان شي يومين لبين ما تهدى الامور وتتحلحل. يا حاج جدي، هيك ابو نجيب بصير يشك فينا اكثر. يعني انا بصراحه خايف من غاده. شو انا فساده؟ يخرب بيتك، مو فساده مو فساده، بس يعني لا تواخذيني بهالكلمه، يعني انت عندك شويه بساطه في تناول الامور. بسيطه شفيق، انا باخذ غاده ونروح لعند ابي نقعد كم يوم، لانه ابو نجيب ما راح يحقق مع النسوان. شو يعني قصدكم انا غشيمه معي؟ ايه انا. ايه انت وشفيق. انا اول مره بحياتي بسمع بهالقصه. خفتوا ما؟ على كل، انا ما جاي اتهمكم، انا جاي اطمنكم انه عفيف هو اللي افترى عليكم مشان يخفف عن حاله الحكم. ايه انتوا اشرف من الشرف. وين القهوه مدام بوران؟ حاضر، خاصه القهوه سيدي. سيدي نحن الله كافينا، ما بنشتغل هالشغلات. بعرف يا ابو طمزه، وانا مشان هيك جاي اعتذر منكم لاني كنت حاطط عليكم مراقبه، وبالمناسبه جاي اودعكم لاني رايح شهر انا ومدامتي ام نجيب على اللاذقيه. قال حابه تتسبح لها شوي بالبحر، قلت لها ليش لا، وانا بعمل كمان شويه استجمام وراحه بالشتاء. حلو يا ام نجيب، يا بتسبح سباحه النس. لك قلت لها هالحكي اما تنحي. على كل حال لا تخاف عليها عم نجيب، ما بتبرد هي لانه مثل طابه التنس سبع جلود إلها. ولك مثل الطابه يا حريشك شو مزوقه.